خديت 5 ديال الالقاب. اول وحده بارك الله فيك، اول وحده كانت هي ملكه جمال حب الملوك، من بعد ميس ماروك، من بعد لا بروميير دوفين ميس عربيك بيوتي ان ذا وورلد، موراها كانت في لبنان ميس جلوب 2017، ومن موراها المسابقة الأكبر اللي كانت في لاشين كانت فيها 60 دولة ولأول مرة يشارك فيها المغرب مدة 23 سنة، اللي كانت هي ميس توريزم انترناسيونال دي ماروك. حاليا أنا دراسة، العام ديالي الأخر في الماستر إن شاء الله بإذن الله، و او ميم طون كنزاول المهنه ديالي اللي هي لي شوتينغ، العروض ديال الازياء، حفلات بحال هكذا خارج المغرب. اخر وحده كانت عندي في العراق، كان عندي تكريم تما في مدينه اربيل، و فوالا. وان شاء الله شويه ديال العالم ديال التمثيل نشوف واش غنقدروا ان نكونوا فيه. شوف انا دائما تقول ان هذه هوايه، ما ديرهاش شي حاجه اللي غادي نحترفها، شي حاجه كتعجبني ولكن دائما الدراسه كتبقى هي اول حاجه، لان حتى في المسابقات اللي كنشارك فيها اول حاجه كيسولوك شنو هي مستواك الدراسي. يعني كمثال الا كان كنا حنايا جوج بقينا في الفينال، شكون اللي غتوج فينا الملكه وشكون اللي غتوج فينا الوصيفه؟ واخا تكون هي عندها مميزات جماليه اكثر مني ونكون انا مثلا عندي الماستر وهي عندها الباك، انا اللي غادي نفوز وهي ما غاديش تفوز، لان دائما تيبقى العامل ديال الثقافه هو اول حاجه، كيف الدراسه ديالي هي اول حاجه. بالنسبه لي عدم ثقه في النفس، انا كنشبه راسي وكنبقى تنشبه راسي، ممكن الناس يشبهوني، تيقول لك يخلق من الشبه 40، شكرا، اما باش نخرج ونقول انا شبيهه فلان وانا شبيهه فلان، كتبان بحال هذاك الغراب اللي بقى كيقلد المشيه وما في الاخر ما عرف يتمشى حتى مشيه، هي هذيك. شوف انا يا نقدر نهضر في مواضيع اللي انا يا جربتهم، ما نقدرش نهضر هكاك عبثا، شي حاجه اللي جربتها وعرفتها بان غدر ناس واحد اخرين، وكما كندير انا دابا ملي كيسولني شي واحد على المسابقه ديال ملكات الجمال كيقول لي واش مازال ممكن انك تشاركي، كنقول لهم جو ستوب، لحقاش هادشي خرج على النطاق ديالو، شحال هذا كانت المسابقه ديال ملكات الجمال تدخل ليها عارف بان كاين معسكر غدوز عليك من 8 الصباح حتى 12 الليل وانت يا في التمرين، وخاص هذه ما تفوتكش وما تجيش قبل منك، وعندك لي نوت وعندك بزاف ديال الحوايج، ديكو كتحارب باش توصل. دابا ولا كل شيء سهل، كتعطي واحد المقابل كتاخذ ملكه الجمال، جو ستوب هنايا. وحتى اللي غادي يجي من مورايا ديما تنقول لهم عافاكم سولوا على المسابقه، شوفوا الخبايا ديالها، شوفوا واش عندها سمعه جيده ولا لا، عاد ديك الساعات نشارك. يعني نقدر نصحهم ونكون مؤثره عليهم على شي حاجه اللي انا دزتها وانا عارفه شنو زعما شنو العواقب ديالها، شي حاجه واحده اخرى ما نقدرش نتلاح عليها. شوف اللي ولا كيبان لي دابا، لان انا فاش كنت في المسابقات ديالي اولا المسابقات اللي انا شاركت فيهم، التنافس ما بين الملكات ممكن غيره، المسابقه الاخرى اللي كنت فيها فلاشين ما كانتش سهله، كانت فيها شهر وكانت غيره من بعض المتشاركات، كتوصل بعض المرات انها تقدر ترسم لك فخ تحي فيه مع المنظمين ديال الحفله وانت ما دايره حتى شي حاجه، تتاخذي عقوبه فيها ديال يومين ما كتخرجيش من لا شومبر ديالك، هادو هما العقوبات العقبات باردون اللي انايا لقيتهم تما. اما شنو كاين دابا راه كلشي تشوف على لي ريزو سوسيو، اصلا ما بقاش معسكر، المسابقه الحقيقيه تيكون فيها معسكر اقل حاجه اسبوع، دابا ما بقاش معسكر، تتجي تتعطي فلوس او لا تعطي حاجه اخرى تتاخذي لقب.